ده هو غير شكله ولا ايه؟ ايوه اقفل بقى الباب على حضرتك. هيغير شكله؟ ما تخافيش يا بنتي، هيبقى احلى بكتير، هيخس بقى ويطول ويبقى شبه تامر حسني. يلا قومي دوسي على الزرار الاحمر ده. ليه؟ دوسي بس، دوسي، انا اللي عارفه مصلحتي. انا خايفه. لا ما تخافيش، يلا دوسي على الازرق. الازرق؟ اه دوسي كده تاني، دوسي دوسي. اه ورجعت. ايه ده، انت دوستي مرتين؟ لا دوستي مرتين. لا دوستي مرتين اهو، الجهاز بيقول وورنج. يا نهار ابيض، طب تعالي اقعدي بقى. ربنا يستر كده، باباكي شكله اتغير خالص. انا غيرتي. انا ايه؟ ده غيرتي. غيرته ايه؟ انا مالي، مش انت اللي دوستي؟ انا دوست مره. دوستي مرتين، قلت لك دوسي على الاحمر، انت اللي دوستي على الازرق. عموما ربنا يستر ان شاء الله يطلع احسن بقى. اطلع يا استاذ عبد المجيد. يا ماما يا ماما، خدي هنا. ايه انا ماما؟ انت عارف انت ايه اللي قاعد عليه ده؟ مش عارف ايه الجهاز ده؟ كهربا؟ الجهاز اللي انت قاعد عليه ده جهاز كشف الكذب. اسمك ايه؟ اياد اشرف جمال. طف، عندك كام سنة يا اياد؟ 8 سنين. انت حاسس انك مرتاح ولا قلقان؟ ايه مرتاح. على ايه؟ انت بتحب المدرسة؟ اه. بتحب المدرسة ليه؟ ناخد ونقعد ناخد بريك كده. بريك؟ اه. ناكل فيه؟ اه. بتحب الأكل؟ أوه. أنا كمان. إيه أكتر أكلة بتحبها؟ اللحمة. مامتك بتديك حتة كبيرة ولا بتدي اخواتك حتة أكبر؟ احنا اتنين بناخدها كبيرة. مامتك بتديك حتة بتبقى باصص للحتة اللي في ايد اخوك، صح؟ اه. طيب عايزة اعرف، في المدرسة البنات، هقولك الاسامي بتاعتهم. ماشي. انا عايزة اعرف اسم البنت الوحيدة اللي انت بتحبها. جودي. جودي. ايه اللي بتحس ان هو مميز في جودي عن بقية الطالبات؟ هو عبر عن نفسك، احكي لي. بص انا عايزه تشيل كل الحواجز اللي ما بيننا. جميل. جميله. ايه اجمل حاجه فيها؟ هو كلها. انت قلت لجودي انك بتحبها؟ أوه. انت وجودي علاقتكوا بدات ازاي؟ هو بس كان في جيج وان اديت هديه. ايه نوع الهدية؟ كانت توك. وانا ما جبتيش توك؟ ايه جبتلي؟ اجيبلك. ماشي. وبعدين بعد ما اديت لها التوك؟ ميس كان اسمها ايمان بتاعت العربي. خدني و هي اللي اشتركت ولا ايه؟ بس كانوا سقفولي. قولي، حاسس انا احلى ولا جودي؟ ايه ما تكذبش. جو انت. طب جودي ايه؟ انت انا احلى ولا جودي؟ جودي. انت انا احلى ولا جودي؟ ايه انت انتو جودي كده. ايه اللي في جودي احلى مني؟ ايه اللي فيها عشان تميزها عني؟
هي لزلوزة زيي؟ لا. هي رفيعة؟ اه. آخر سؤال أسأله لك، أنا أحلى ولا جودي؟ أنا أحلى ولا جودي؟ جودي. غني لي أغنية. وحشنا يا رسول الله، يا ستنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا بسقف لك، سقف لنفسك معايا، سقف لنفسك، سقف لنفسك. وانت كسبت عشان بس الأغنية الحلوة دي. تعالى بقى هتحض. انت بتحبني؟ ايه اللي انت قاعدة عليه ده؟ ده؟ معرفش. ده؟ هيكون في كده وحاجة. ده جهاز كشف الكذب. ليه ده بقى؟ بتعمل ايه ده بقى؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ لما اروح العرب. عندك كام سنة؟ ستة. 8 سنين. حاسة انك مرتاحة ولا حاسة انك خايفة؟ حاسة انا مرتاحة. ايه؟ مرتاحة ولا خايفة؟ خايفة. انت بتحب المدرسة؟ اه جدا. تحب اصحابك في المدرسة؟ كلهم؟ كلهم كلهم. مين في المدرسة ما بتحبهوش؟ مثل اللي بتسرق جنبي. بتسرق؟ بتسرق مين؟ بتسرق زمزميته وانا اللي اروح اجيبها. بتحب المدرسة ليه؟ عايزة اطلع حاجة دكتور كده. ايه بتحب المدرسين بتوعك؟ اه. كلهم؟ اه. كلهم؟ تحب تعوم؟ تعمل بيبي في حمام السباحة؟ يا رب. خد نفس كده عميق. خدته؟ وريني كده النفس تاني. اعمل كده مرة كمان. مامتك وباباك بيضربوك؟ انت يا محمد عسل وانا بحبك. وعايز اسالك اخر سؤال، انت شايفني ازاي؟ شايفني تخينه ولا شايفني رفيعه؟ لا تخين. قول قول. ها يا رب. فيا برافو عليك. بص يا حبيبي انت كسبت.